شهدت الجولة 12 الكثير من المفاجآت في نتائج العديد من المباريات، والتي كان المستفيد الأكبر منها هو النادي الأهلي الذي يقترب من العودة إلى القمة مرة أخرى مع نهاية مؤجلات الفريق. البداية كانت بفوز الأسيوطي سبورت على نادي طنطا بهدفين لهدف، وهي النتيجة التي أدت لرحيل خالد عيد المدير الفني للفريق وتعيين أسامة عرابي بدلا منه. وبنتيجة ثقيلة اقتنص الاتحاد السكندري 3 نقاط ثمينة بالفوز على وادي دجلة برباعية دون رد، ليتقدم أحمد حسام ميدو باستقالته ويتم تعيين طارق العشري بدلا منه. وتعادل النصر مع الداخلية سلبيا بدون أهداف، ليضيع كل منهما فرصة في تحقيق فوز هام بمشوار الدوري. واستكمل مصر المقاصة سلسلة تألقه مع عماد سليمان مدرب الفريق بالفوز برباعية على طلائع الجيش بأداء أكثر من رائع. وفي مفاجأة كبيرة خسر المقاولون العرب من سموحة بثلاثية دون رد على ملعبه في أول 3 نقاط للفريق السكندري تحت قيادة ميمي عبد الرزاق. وفي نتائج القمة تعادل الجميع لصالح الأهلي، فتعادل المصري مع الإنتاج بهدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة مباراة الزمالك والرجاء الذي خسر 2 نقطة أمام متذيل الدوري العام. كما تعادل الإسماعيلي سلبيا أمام بتروجيت، بينما نجح الأهلي في تحقيق فوزا ثقيلا على إمبي ب4 أهداف مقابل هدف، قبل أن يتبعها بفوز جديد على الأسيوطي بهدف لعبدالله سعيد في اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع، ليفصله 2 نقطة فقط عن قمة المسابقة وله 3 لقاءات مؤجلة.